اوكي توتا، اوكي حبيبتي، اقول لك الاضاءه كده بالنسبه لهذا الجسد، فاهمه كيف؟ مريحه. لو فتحت النور علشان تقدري تشوفي نفس هذا الجسد في هذه الشاشه ما حيكون مريح. السؤال يطرح ذاته، هل أنت لك القدرة بهذه الإضاءة تشوفي الجسد؟ أي نعم. يبقى أي أهمية أنك تتعب الجسد الحقيقي الوحيد اللي موجود، الوحيد اللي أنت حاسة به، فتفتح النور تأذي علشان تقدري تشوفيه في الشاشة. ليه ما أنت شايفته لايف؟ ها على اساس ايش؟ انه لو شفتي نفسك في الشاشه انك مور الايف، يعني انك تشوفي نفسك وانت بتتكلمي كيف حركه وشك يا حبيبتي، وجهك، هذا الراس، هذا كل الامام، كل الامام هذا انت متعوده عليه، حافظته 100%. كل يوم تشوفي وشك هذا اللي انت حتموتي عليه، هذا كل يوم تشوفي، كل لحظة وانت على قيد الحياة بتشوفي وشك امامك، تشوفي يدك، تشوفي ركبتك، خلاص. فهذا وشك، هذا كل يوم بتشوفيه ولا لا؟ ليه؟ لما توقفي قدام الحوض، المراية قدامك، بتتحركي، عينك جات، يبقى شفتي وشك، خلاص. طيب ايش اهميته دحين انك تفتح النور تأذي الجسد علشان تشوفي وشك؟ ايش حيختلف؟ الظهور، لان انت ما انت ظاهره، الظهور للعدسه هذه، خلاص. علشان ايش؟ بعد كده لما يخلص الهرجه تقومي تفتحيها وتشوفي نفسك وانت كيف قبل شويه كنت بتتكلمي، صح؟ طيب يبقى دحين بنقول لك الإضاءة كده مريحة، تقاعدة تخططي لحاجة ما بعد اللي قلنا لك عليه دحين. فبقيتي التصور الما عن اللي حتشوفيه بعد ما يخلص هذا التسجيل عن راحتنا الآن، خلاص. يبقى انت خرجتي من الآن، خرجتي من هذه اللحظة، من هذا الزمن، رحتي زمن تاني، رحتي مكان تاني. لا، أدركتي. ترى الجسد ما هو ساكت عليك، يقول لك ترى الإضاءة دي كويسة، لو سمحتي لا تفتحي النور. قال لك ولا ما قال لك؟ مو جيتي تتحركي ما ادري ايش، طالعتي في النور بعدين هذا. يبقى ما دامت ما شفتي جسمك قام فتح النور، ما تقدري تقولي له يلا افتح النور علشان نشوف نفسنا في الشاشه، ابدا. رغبتك انت انك تشوفي ذاتك في الشاشه حاجه مختلفه عن راحه الجسد في هذه الاضاءه الغير مريحه. طيب يبقى انت تبي تشوفي جسد في حالة اضاءة غير مريحة له، ليه؟ هذا اسمه تعذيب. ليه بتعذبي؟ مين اداك الحقية انك تقدري تسوي كده في الناس؟ انه عجبتك اللعبة انك تفتح الكاميرا وتقعد تتكلم قدامها، فصارت اللعبة اللي عجبتك، مو الكلام اللي بتقال، مو المنظر اللي انت شايفته، فهمتني؟ اتمسكتي باللي تعرفيه، واللي بيحصل دحين قاعد تتأمري عليه وتقول اعمل كده واعمل كده واعمل كده. ما ينفع تقولي لي قومي اعملي كده،
ما دامت ما جاكي إدراك من العين إنه الجسم بيتحرك، لما ما جاكي من إدراك من الرجل إنه الجسم بيتحرك، لو ما جاكي إدراك ما تقدري تطلبي هذا الشيء، ما عندك القدرة يا بنتي. ليه بتتكلمي جوتي على حاجات ما بتحصل قدامك، ما أدركتيها؟ كيف 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 لين ما تشوفي الشيء بيحصل، يعني أدركتي الشيء بيحصل خلاص. من فين لك القدرة إنك قبل ما تدرك، ما يجيكي هذا الإدراك، إنه يكون عندك تمييز أو رغبة أو أي شيء؟ جايبها من حتة تانية غير اللي جاتك. طيب ليه مستمسكة وتبغي الحتة التانية وتؤمني بيها أكتر من اللي بيحصل دحين وجاكي دحين؟ أنت على قيد الحياة، جاكي إدراك خلاص. ليه قاعدة تنبشيلي في قبور الأولين والآخرين؟ ليه؟ ما ينفع تعملي ازدواجية ما بين، يعني الادراك مو انه انت تفضلتي علينا بالسمع، ادركتي الصوت صح، مو انك تفضلتي علينا بالسمع خالص، الاذن شغالة والصوت جاها فعشان كده بعتتلك فجاكي انه في صوت. انتي استقبال المؤثرات اللي بتتبعت لك، مو تلقي. حكاية التصنيف والمسميات وال هذا كله ما نبغاه، ما يحتاجه. فوق وغير وخارج عنك وعن قدرتك. لأنه ما تقدري أبدا توصفي اللي بيحصل دحين وجاتك إلا من الفعل ماضي. كيف تاكلي وتتكلم في نفس الوقت؟ تقدر تسوي كده بنفس واحد؟ أتحداك. ومال الناس كيف تشرك؟ إذا أنت من ريقك يشرقك. طيب لو ضحكتي كثير تشرق ويك، طيب يجيك فوهيك. هذا قصدي، هو نفس واحد بيجي يعمل حاجة واحدة ويمشي. طيب alright. إبا لما يجيك النفس، يجيك النفس بالأمر، لما يجيك من الحاسة بالمؤثر خلاص، فأنت أدركتي. أمال كيف عرفت ناجات؟ إن أدركتيها خلاص. طيب إيش تبي أكتر من كده؟ ليه بتدوري على حاجة براكي؟ What's so amusing about what you think you are? It's not who you are. It's what you think you are. إيش اللذة ولا إيش المتعة في الوهم؟ تصورك عن الشيء حاجة خارجة ولا تساوي الشيء. طيب فأنتي مؤمنة بتصورك أكتر من إدراكك إنه هذا الشيء قدامك. لا، تصورك عن هذا الشيء اللي قدامك أبقالك أنت مؤمنة بده، هو ده اللي متمسكة به. هايها هيخد لك. يوم إحنا قاعدين نلعب، والله العظيم جينا هنا نلعب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،